وصفتنا اليوم مع مارون الجديد هي بوف ستروغانوف باللحمه والرز اكيد. لهالوصفه اذا بحبين تأيدوا معي بدنا نبلش بشرائح اللحمه تقريبا نص كيلو. بدنا بصل، مشروم مقطع ترانشيت، بدنا توميتو بيست او رب البندوره، بابريكا، مرقه لحمه، كبيس صغير، بقدونس، بدنا كمان كريم فريش، ملح وبهار، كورن فلاور، ورز حبته طويله او امريكان لونج جرين رايس. الكوكينج بعد ال 11 معي مارون، وكمان رح تنضم لنا الرابحه يلي ربحت معنا نهار السبت خلال نهار البربارة. ولكن قبل رح تلاقوني بالتبس عم نزرع قمح، حمص، وعد حبوب عديدة حتى يفرحوا بنويل، بس بطرق كتير حلوة ومختلفة. وكمان رح تلاقوني مع باسكال بي دو ات يور سيلف. أما أول فقرة هي بالانس، واليوم معي رندا فهد. غرضنا كتار اليوم مارون، والله كل حق عليك. والزبدة ريحتها طيبة. كل حق عليك. ليه حق علي؟ مثل الفن امبارح. لأنه أنا بحب قصص هيك أوريجينال شوي، نتسلى بالمطبخ. لا مش كل حق عليك، هو الحق علي أصلاً يعني. لأنه أنا بسمع. هذا غير موضوع، استغفر لك. بس هيدي أكيد ما لها علاقة بالستروغانوف. شو عم نعمل هون؟ ولك كمان بعرف. من خمس دقايق سألتك كاتيا الآن. ايه سألتني شو كاتيا؟ هلا رح نعمل حريكو. شايفين خضرة وكبير. حريكو هون مشاهدينا ناخذ هودي نحطهم هون هيك أو هيك أو هيك. رح نعمل بريسكيتا طماط مع سلاد. بما إنه عندنا ضيفة اليوم جاية فقلنا كمان هيك تنقلها اهلا وسهلا. في دا منذكر المشاهدين هي التقطت صور خلال برنامجنا نهار السبت، كان سبيسيال بربارة، وبرجي نقوا صورتها هي كاحلى صوره اللي عملها ابلود على الام تي في الايف بيج. فاليوم رح تشاركنا بالتيستينج. هودي رح احطهم هلا هيك نشوف شو بيطلع معنا. بكبسهم بس لحتى يطلع لي الجريل ماركس. اوكي عرفتي ايش سو؟ حطهم هون بالبراد، كمان حتى بالفرن. كمان بعمل زيت الشي لحتى ما يهربوا، بركي هربوا. إيه؟ يهربوا يهربوا. اوكي فوالا هلا رح اتركهم يتحمصوا. اوكي بهيدا الوقت لانه اليوم عم نطبخ ستروغانوف، وهيدي وحده هيدي وصفه في مشاهده طلبتها على على البيج تبعي. سو كمان قلنا خلينا نعملها اليوم بما انه هلا الجمعه الجايه رح نبلش كله ميلاد. رح اخذ اللحمه هون، عندي زبده بكشف فيها بيرن وزيت، عندي اللحمه مقطعه كلها شردد. اوكي رح اقوي نهار وبلش. فيها اخضر؟ لا يعني اخضر نو نو يعني فيها يعني؟ أحضر. لا لا اوكي هون رح قليها للحمة هلا. بهالوقت شو عملت انا؟ قصيت البصلة تحت الهواء. اوكي. قصيت البصلة تحت الهواء ورح وفرن بقدونس حضرتهم، رح قصيهم كمان شامبينيون. رح اعمل سلايسز، سلايسز عراد للشامبينيون بهذا الشكل. اوكي. اللحمة بدها تنشيل قبل ما تحط البصلة؟ 100% 100% رح شيلها بعدين ارجع احط البصلة. لا بدي اجيب شيء هلا بجيب بدي اجيب اكيموار كفكيري هيك المقدوحة لنشيل اللحمة فيها، ارجع بعدين احط ال مثل ما شفتي بلشت باللحمة اول شيء. هون رح اخذ هلا بلش بالرز. لحمة فيليه مارون؟ اللحمة فيليه تينا. رح بلش باردون بالرز. هيدا رز نقعته تحت الهواء. اوكي رح ارجع احط عليهم شقفه زبده.
ولا شو مغير التكنيك اليوم؟ اليوم تكنيك سريع على مارون. رح اخذ ورقه غار صغيره حتى معهم في عندي بالبراد. شو بدي اعمل بخبز؟ عم كبكب فيه شو ما كان. ما عم بقول لك غير العاده يعني. ما هيك على طول بنغير. رح احط بقلبه ورقه حبه كراك لحيه. هيدي كرافس. نحن هون بدها تستوي على الاخر او شو؟ بدها تتقلى كثير منيح. تتقلى منيح. هون. كيتينو. هلا. هلا. حطينا كراك. حطينا كراك، حطينا زبده، حطينا كل هدول، بعدين رح احط ملح. شوية ملح. حط بهار ابيض. بهار. هلا اللحمة كما بدنا نشيلها، اوكي؟ نحطهم ب حنشيلها بشو اللحمة؟ حنشيلها بهيدي. انا جبت هديك اذا بدنا. جبت اوكي. هدول بيساعوا هون. يا يا يا. اوكي هلا. رح احط اللحمة هون. على جنب. اوكي. هلا رح ارجع احط له بصلة. بلش قليها لطلع بنفس الطنجرة. بنفس الطنجرة. نايس. اللي عم بعمله هلا اساسي اللي بدي كيف بدي اشتغل، كيف بدي طلع المونتاج تبع ستروغانوف. تبع ستروغانوف لانه مثل ما بقولوا تو سجو السي يعني كله صح. بيلعب هون هلا. طعمة والصوص وكل ال بيلعبوا بالطنجرة. صح 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 صح. هلا هيدي الجو هون ما عليه اذا تبخر منها. هلا انا بديها تتبخر. شفنا هذا كاتيا معي تبع بدي تتبخر لانه اللي عندي كاتيا صوتها معنا يمكن صح. سمعتها لكاتيا؟ لا بونجور للمشاهدين. هاي تبع بدق لي يمكن. اوكي يلا اوكي رح اخذ البصله رح احطها هون. رفي وين؟ عند برا. ثانكس. اوكي اوكي هي هلا عم شيلهم. تعرف اجتني فكره هلا بدي اسعد بدي اعملها. شو هي؟ برزنتيشن اخر شيء. رح نقلي هون. هون عندي رب البندوره، عندي هيدا المبيد اكيد في عملها بلا مبيد الكريم. اوكي وهيدا للستروغانوف الحبق اكيد مش للستروغانوف. تعرف شو عم بلش اقصي البندوره لحضرهم البسكيتا. اها بهذا الشكل. في دسارت معنا بالاستوديو عم بتشم الروايح. قبل شوي قلت لها فيدا بالتيستينج يعني عنا ما كثير عنا كثير وقت بس بدنا نعرف كيف كنت عم تحضرينا السبت وتخبرينا شوي عن التصوير وكذا هيك. قلت لي رح يكون في وقت دوق. رجعي تعمل هيك. فينا عندي معقولة يعني فيها هوم ورك للبنت قبل ما تطلع معنا هوا. لا اكيد رح يكون عندك وقت تدوقي. هولي بدهم لحتى تدوقي يعني خلط. بردون بدهم خلط هولي. هدولي رح يحترقوا. مش بدهم خلط. بنذكر بالبيج فينا نشوفها للبيج تاتيانا ام تي في الايف على الفيسبوك. كانت مولعه نهار السبت من كل الصور والكومنتس اللي كانوا عم ينبعثوا. البصله. اوكي. اوكي بنزغي الطنجرة شوي بس الطنجرة شوي كبيرة. هون على البصلة شو بدنا نزيد من بعدها؟ على البصلة هلا أول شيء خليني نزيد المرقة. عم نشوف الفيش. اوكي. هون المشاهدين أكيد كيف فقراتنا عم بينحطوا على البيج فبسهولة فيكم تفوتوا ترجعوا تتابعوا الريسيبيز أو كل السيجمنتس تبعوا الألايف. صح. وعلى البصلة تحترق. البصله نعم. اوكي هون هلا شو رح احط على البصله؟ رح احط شامبينيو. مشروم. اوكي اوكي هون شو عملت؟ عندي رز عم ينطبخ يحيى، حطيت عليه المي على طول 1 2 2 مثل ما قلنا مثل على طول بقول للرز. اوكي 9. اوكي فيري جود.
هيدا. حبيت الشامبينيون كبار شقر. ايه انا قصت ثلاثهم كبار كمان. نايس. شو هلا؟ هيدي شقفة زبدة صغيرة باقية مشان ما تبقى يعني بس. مش ما نعمل فيها. عمنا لك عافية. اوكي هلا احكفي قصة بندورة. نحدد البسكتة. فيني خفف النار؟ طبعا طبعا. ويشة بابريكا. بابريكا. بابريكا هلا. رح أحط البندورة حتى يتقلوا كمان. ياي ياي ياي. كاتيا بتعملي الاستروغانوف بالبيت مش هيك؟ كاتيا على التليفون؟ هون تينا عبس كل البندورة. الروايح ما بنسى. عبس صغيرة. هون أساسي هلا اللي عم بتعمليه تينا هو إنه عم بتقلي الرب وعم بتقلي البابريكا. بالتالي هلا شو رح أعمل؟ البيض الأحمر. أوكي. البيض الأحمر شو رح يعمل؟ واو. ولا. بدي أحط شوية ملح على الرز. هذا الرز كيف صار عندي هون؟ شفت ريحة الانبيد والبابريكا ورب البندورة؟ اوكي كمان هون رح ارجع اشيل هول بالطومات حطهم قدامي. بسكتة طومات منتبل شيل البندورة؟ البندورة هلا رح تبلها اكيد، هيدي اهم شغلة فيها البسكتة هي تتبيلة البندورة. وبينعمل قبل بوقت التتبيلة بتنعمل؟ شو بتعمليها قبل بوقت؟ مش قبل كثير وقت، لا بتفضل تنعمل قبل بوقت لأنه لما بتتبل بينزل كل الجو من البندورة على الملح وعلى الزيت وعلى كل اللي عم بحطهم، سو بصير عندي هالجو هيك الطيب اللي بياخذ العقل. اوكي. فأنا أي سترونجلي ريكومند يعني نعملها قبل بوقت. قبل بوقت. مش قبل بيوم. مش قبل بيوم، لا. نعم بس قبل بوقت. مارون للعيد رح نحضر سحبة رستات للعيد هلا مبدئيا الجمعة الجاي رح نبلش. اوكي. سحبة رستات كلها للعيد، كلها فلور دوليس يعني مثل كل سنة. مين ديشز، ابيتايزرز، ابيتايزرز، تركي، كيش، بوش، يعني انا هالسنة قررت اعمل التركي بالبيت. قررت بتعرفي بدك حدا يعمل لك اياها؟ فبدي اخذ منك النوتس. هل سألك؟ ردي ستيل لا انه جوابي رح يكون لا عندي رساتي دايما بتنجح معي كل سنة. مش عايزة لمعني اكيد بدك حدا اكيد بدي هي بندورة للسوغنوف ولا للسلام؟ لا 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 مش للسوغنوف، هاي البندورة بريسكيتا. شو رح نعمل بالبريسكيتا؟ رح نشوفه شو رح نعمل. شغلة كثير 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 هينة. رح اخذ البازيليك يحني رح اقصهم شيفونان كالعادة اب بهذا الشكل. هيدا رح اخذ الثوم وحدة اثنين حطهم هون البرميل والملح. ولا شوفي شو هيني كاتيا. لا اذا بدي حار حرا كمان، اذا عندي حار وبحب الحار فيك تحار حرا، زيد عليها شوية حار. صحيح. ملا سيفتنا عم تتفرج وتشوف شو ناطرة. عم بتحس هلا يعني جد زيتون. رح زيد لها شوية حار اذا عندي حار. وهونيك على النار عم تغلي الفيليه. هوني عندي الفيلين شيلت. اول شيء عملت الفيلين شيلت النار عليه. هيدي الصوص وحده لك. هون الصوص شو كان بدي انا؟ كان بدك حار. حار كان بدي حار. بدي حار. والرز بمي ولا ببويون؟ الرز حطيت له بويون. الرز قصة الرز. كان الرز حط خضرة معنا. لا بتجنن الاسئله منيحه ولا لا؟ ابسولوتلي بتجنن. لا لازم تسال، لازم تسالي. اللي بدي اقوله مشان الرز، انا اليوم طبخه ببويون بس كمان اكيد في اعمله بمي مثل ما بعمله بالعاده بالبيت. طيب ببويون هون رح ارجع احط عليها بهار اسود بعد حتى اعطيها هيك بيبري فليفر. اوكي حيي. يمكن لازم نفتح الفرن تينا. يلا نفتحه. ثاني معروف. اوه تحمصوا. هودي الحبق يمكن مش هالقد لازم يتحمصوا. لا امبلا.
جينات اللي كبالة بس ما طلعت تو ليت حسيتهم متمرين كتير لا بجننوا يا حني هلا شو بعمل هيدي بتركها على جنب هيك تو انفيوز واو فوالا بدها وقت لانه في توم كامل يعني هون فوالا هلا بتركها فينا نغطيها بكلينج فيل فينا نتركها مثل ما هي هلا تنرجع على اخبارنا لهون ستروغانوف رح اخذ مرقه بدي شيلوش لحد كثير عملي معروف مرقة لحمة خليهم خلص مفتوحة ما بيتحمصوا زيادة هلا انا بس انا بدي اياها محمصة بس حط البندورة والجو تبعها بتش رح نرجع على الخبزة رح تشرب ورح تشربها هلا هون شو بعمل؟ هاخذ مرقة مرقة لحمة مرقة لحمة نعم اوكي وبذات الوقت رح اخذ شوية هاخذ مرقة عجل هيدي فينا نجيبها من السوبر ماركت مرقة ومرقة يعني مرقة ومرقة ايه في مكات هاي المرقة مرقت من هون مرقت من هون اوكي بس يكون في طبخ بس يكون في طبخ شو بيطلع جلي في شيء شاك في النص شو صار لك هلي اوكي منيح مش انت رح تجنيوني يعني شو عم تعمل طالع شو في جلي طلع شو عم تعمل ضهري تحسي فرجيني هنشوف اي وحده بعمل جراحيه هاي يمكن ما بعرف او هاي لا منيح هذا مو ضلني على لا حمل حمل مال حسيت هلا ماشي شغلتنا صعبه نحن مهم ضلني على الساتي انا مطيره لقيتهم رح خليها شوف شو رح نستعملها بعدين هلا صوص الستروغانوف شو ناقصه بعد صوص الستروغانوف ناقصها تغلي ناقصها زبط لها طعمتها ناقصها نعقدها بكورن فلاور نحط لها بقدونس نحط لها كبيس خيار ونحن الكبيس رح افرمهم هلا وناقصها بعدين اكل حرام نحن من اخر شيء رح اعقد كورن فلاور حط كريم وحط اللحمه اللحمه كريم مضبوط اللحمه تاع المسكينة يلا خليها تغلي شوي معهم هي حطينا اللحمه انتبهتي مع الجو تبعها كمان لانه الجو تبعها اساسي ارجع شيل كبيس كله نحطهم هون حلو حلو نايس هون صار عندنا الكبيس جاهز عندي البقدونس جاهز بدي احطهم كورن فلاور هون كانوا بتطلع مش طيبة هلا هي شو؟ شو؟ مقبولة اوكي طيب هلا رح ناخذ شوي بدي يمكن شوية ملح شوية ملح خليها تغلي شوي رح تعمل ريدكسيون هلا وبعد اخر شيء اذا بدها نحط رح ياخذ هالخسات كمان بهذا الوقت رح نتفون هيك شوي كومبليت ميل اليوم ايه هذا كرمال ضيفتنا اليوم اكيد يعني هذا كله كرمالك ها هلا بدنا نشوف مع فدا اذا هي بتطبخ بتتابع الكوكينج ما عرفنا يمكن ثاقبت السبت كانت عم تحضرنا لا كل يوم كل يوم بتجربي وصفاتنا مارون رح نرجع على تيسينج لكن ندوق البروسكيتا بفشا غنوف مع رز طبعا والسلاد الزخطورة مع فيدا أكيد رح ناخذ بريك ومنشوفكم نحن بعد شوي فيدا داهر اهلا وسهلا فيك عنا ب ويل دان ميرسي خبرينا شوي السبت كيف كان نهارك؟ كان كثير حلو بلشنا من الصبح على الام تي في انت دائما بتحضري لايف؟ ايه كل يوم بالنهارات شو اكثر فقرات كلهم بنبلش الصبح سبور مع امين ابني بيعمل معه سبور ابنك بس نذكر قد ايه عمره لابنك سنه واربع شهور بكير بقى بلش سبور و
من كفه كلنا. ايه وتحمستي تصوري وتعملي ابلود وكذا. انت اكتف على الفيسبوك عاده؟ اكتف على الفيسبوك وعلى الام تي في. اوكي اكتف على الفيسبوك وادكت على الام تي في. وكل شيء له علاقه بالتصوير يعني اصلا بحبه. اه برافو. اصلا شفنا في كذا صوره. ايه كان في كذا صوره، انت نقيت وحده مهضومه، كان في كم وحده هيك برو طالعين هلا على السرعه كمان، لانه كان في كثير صور على البيج. هيدي الصورة اللي اختاروها مين بالفوري فرونت تبع مدري منين هيدي؟ هي شو نايمة؟ من اي من اي كوكب؟ بس هيدا الربش مش معقول. مش معقول ابدا. هيك لكينا. وما كنت عارفة، كنت محمسة انه اكيد رح يختاروني؟ كثير محمسة اصلا، ودقيت كمان على الام تي في، تلفنت، اشتركت بالبروجرام بالمسابقة كمان على التليفون. ايه بس نحن ما عملنا اللينك انه هيدا نفس الشخص. كان هال ام تي في بقى. كيفك انت والاكل؟ كثير منيحه. بتطبخي؟ انا ضعيفه ما بعرف. كمان لا بطبخ وبدوق وكل شيء. يلا بنبلش لكينا. بدك اكلتنا يعني. طيب انا اليوم سمعت كلمتك امبارح. اوكي هلا عاملين البيستروغانوف ريز، بيستروغانوف امبارح نعمل سيرفيس انجليز. اوكي الشيف عمل سيرفيس وعملت بسكيت طماط. بسكيت طماط عملت واحده كثير سبيسيال لإلك. ايه شفتي كيف؟ ما انت ضيفة كبيرة. ضيفة الشرف. هلا بلش انا بسكيت لكم. كاتيا شو بدك تبلشي بالستروغانوف؟ لا ببلش بالبريسكيتا اول شيء. هذا سخنيكم. يلا نكرر. وهيدي الاتينا. في دبلش اذا بتحبي او بدك تقصي او كيف بدك. في دبلش بعطيكي وحده صغيره كمان يعني. ايه بيطلع لك وحده كبيره وحده صغيره. يلا نبلش. بلشي بالصغيره والكبيره خذيها معك. نبلش بال هون رح بلش لكم انا بالرز والستروغانوف حد بعضهم. تركت الخضره ورا ال اب. هيدا الاستروغانوف طيبه. هلا اذا عجبتك بعطيك اياها. سام اوكي برجع. طيبه بس توم وزيت وحبق. توم وزيت وحبق ملح وبهار. That's it. Easy, simple, straight and forward. شو في ده؟ جربتي؟ بسكتة؟ ستروغانوف. تينا رحت لك ستروغانوف كمان. نحن عملنا من فترة تشيكن ستروغانوف. هالمرة عم نعمل بيف لأنه كمان في حدا من المشاهدين طلب بده بيف ستروغانوف. فقلت خلينا نعملها اليوم. وهيدا بيف ستروغانوف. بتعمليها بالبيت فيدا؟ لا ستروغانوف ولا مرة عملتها. ولا مرة؟ لا. بس تبعتينا هلا. ايه انه منا هالقد صعبة. تبعتينا لايف ولايف. ايه وعم بتدوق كمان. لايف ولايف. هذا لإلك. لا بدي نظف الصحن. بدك صح. اوكي ما بقبل ابدا. والفلات لازم نحط الفلات. اوكي لازم نحط علامة. عم بقول الانتري كثير طيبة دغري. لحقتني والفلات كمان. لازم نحط علامة ولا مسافات؟ انه فيكي. مين عم بيحضرك هلا فيدا؟ خبرينا. بقول لهم هاي. كنت عاملة دعاية قبل اني جاي. عاملة ليستا لقول لهم هاي. يلا بلشي اذا بتحبي. يلا. واتس مي اون ام تي في. الكسندر وجوزي ميشيل واصحابي كلهم ومام واخواتي. هاي رشال هاي. وانا كمان ناطرتني رشال. نحن كمان اكيد نحن لماما ولاصحابنا. نحن كل يوم بنقول لهم هاي. في نبيد هون؟ في نبيد ايه؟ شوي بس زهرة الطعم. ايه زهرة. لا مشان الاسيديتي. ايه طلع شوي الاسيديتي بقلب. انا بحبها كثير مع السمر. نبيد احمر نبيد ابيض نبيد كثير طيبة. كثير طيبة. مين تبعها؟ ما بعرف بدنا نسأل. فيدا بترجعي؟ اكيد طبعا. كنت عم بقول له شيء على شوكولا اذا شيء على شوكولا. بلشت الطلبات. ثانكس انك انوجدتي معنا اليوم وان شاء الله نرجع نشوفك. رح ننتقل لكارن. كارن واقفه يا حايصه بدها تاكل يا حايصه بدها تطلع على الهواء. واحدة من اثنين. مش حايصه بس الريحه. شو هي؟ شو الريحه بتدوخ كارن؟ شو محضرتينا اليوم؟ اليوم عندي هيدا كمان شرف لنا عنا كاتب امريكاني من اصل ارمني بست سيلينج بامريكا. والقطع على لبنان يومين بقى هيك كمشني بالامريكي بكتاب لكن بكتاب. اوكي